للحديث في هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا في هذه الأثناء الدكتور جلول سلام المحلل الاقتصادي. مساءك سعيد دكتور. مساء الخير أخي رضا. تحية لك ولفريق النهار ولكل الصحفيين الجزائريين بمناسبة اليوم الوطني للصحافة. شكرا جزيلا لك أستاذ جلول سلامة. إن شاء الله ما نكونش نوطك من قهوتك يعني في هذا المساء حتى نناقش طبعا نظرا لأهمية هذا الموضوع، وبالتالي إعادة كما قلنا الحديث عن هذه النقطة خاصة في هذه الفترة. أضف إلى ذلك هذا الاهتمام الكبير بالجهة الغربية أو ناحية الجنوب الغربي، لما نحكيه على خط نقول بداية من وهران تمشي لسعيدة، المشرية، النعامة، البشار، ووصولا إلى غاية تندوف. لما نقوله تندوف نقوله الموارد الخيرات اللي كاينة وموجودة في هذه المنطقة. أهمية إعادة تفعيل هذا الخط، خط السكة الحديدية بين النعامة وبشار، واللي تضرر بسبب الفيضانات الأخيرة الدكتور جلول، برأيك ألا ترى بأنه أهمية هذا الخط تكمن في أنه إعادة تأهيله بشكل قياسي جدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لكي أجعلك في أريحية تامة أخي رضا، نعم، من ركب هذا الخط وأشرف على تجهيزه تقريبا 80% هو الشخص الذي يحدثك الآن. نعم. وبالتالي أنا أعرف هذا الخط أكاد أقول مترا مترا، وبالتالي من حيث الدراسات أو من حيث التنفيذ. التضرر الذي يتعرض له من حين إلى آخر، أولا هو ناتج على أن الخط يمر في مجرى مائي أو سيول مائية كبيرة تأتي من الجبال التي تفصل بين الحدود الجزائرية والمغربية، وكذلك من زيادة المياه من جانب الآخر للحدود، حيث شيدت الكثير من السدود الصغيرة والمتوسطة، وعندما يحصل لها فائض فهو يتدفق بشكل كبير. أنا أتذكر في 2006 تلقينا في ظرف 3 ساعات حوالي 13 مليون متر كوب ضوء سطحيا على عرض 3 كيلومتر، مسحة تقريبا كاع الأشغال اللي درناهم في هذه منطقة مقرار، وبالتالي كان علينا إعادة تركيبها. هذه المرة ثبتت السكة، لكن تعرضت بعض المنشآت الفنية إلى ضربات قوية من المياه تفوق الدراسات التي قمنا بها آنذاك. احنا كنا استعملنا دي بيريود دو روتور تاع 500 سنة، لكن يبدو أن السدود التي شيدت من الجانب الآخر للحدود فعلت نقاط لدفع مياه بقوة كبيرة نحو التراب الجزائري، وبالتالي يعني كما معروف الطبيعة ليس لها حدود سياسية، وبالتالي التدفقات للسيول تأتي مباشرة إلى هذه المنشآت. البعض منها ربما حان الوقت لغدير غفير هترابي دو رفورسومون ولا دو ديفياسون تاع لي زو دو سيرفاس، وبالتالي أنا كي كنت القائم على المشروع آنذاك كوتي ايتود رياليزاسيون كنا طلبنا لو ماد دو لوفراج هذاك اللي هو لا سان تي اف، ومن بعد تحولت الى لانسريف، لكن لا سان تي اف ذاك القيس كنا طلبناها بتغيير بعض الوجهات في لالين توبوغرافيك نتاعها، لكن لاسباب تسريع الانجاز ولاسباب ما ميزانيات انذاك كان دائما القرار بالرفض. هل تقصد دكتور جلول، هل تقصد انت انه تغيير وجهات تقصد من ناحية أنه مثلا الخط السكة لما يكون يفوت على منطقة ربما ما تصلحش، خلينا نقوله بين قوسين، أنه يفوت فوقها المفروض يتغير، هذا اللي كنت تتكلم عليه؟ يعني مثلا آخر هذا نعطيك مثلا أنا منطقتين، نعم، يعني بيدي أنا من كتبت الطلب إلى سيد الوزير أنا ذاك في النقل رحمة الله عليه، وإلى لسانتير كي يتلو مدينة فراج نتاعنا صاحب المشروع، كنت أود أن أتجنب مدينة عين صفراء حتى لا أضع شرخا في المدينة، أنزل إلى 11 متر تحت مستوى المدينة لكي أرتفع مجددا إلى منطقة المحطة التي تركها الاستعمار قديما لنقطة صفر من جديد، وكان هذا رأي مخالف لوجهة نظري. كذلك كانت عندي نظرة أنني أحيط 3 كيلومتر قبل دخول مدينة عين صفراء بين النعامة بين مشي وعين صفراء، كنت أريد أن أحيد
بالخط 3 كيلومتر الى الغرب، لكن لاسانتياف رفضت واصبح الخط يمر في نقطه عسلة وهي معروفه سي اون زون دونسابلمون، وربما لم انذاك لم تكن اراده متوفره، لكن انا من هذا المنبر اطالب السلطات العموميه ان تسمح بمراجعه نقاط الضعف في هذا السكة وأن نعود للنقاط القوة، تصحيح خط الرمال وتصحيح خط المياه وربما الخروج من قلب مدينة عين الصفراء وتجنبها بالناحية الشرقية الشمالية الشرقية حتى نتفادى الدخول في شبه سيتون ترونشي اوفرت في 11 متر نازلة تحت مستوى المدينة، وربما كان من الأحسن آنذاك المادة لوفراج الوزارة النقل انذاك. نعم استاذ نعم دكتور جلول استاذ جديد، نواصل اذا هذا الموعد الاخباري واكيد اعود الى ضيفنا الدكتور جلول سلام المحلل الاقتصادي معنا عبر خدمة سكايب. دكتور كنا تحدثنا عن خط اعادة تشغيل خط السكة الحديدية بين بشار وبين عامة وبشار، طبعا اهمية هذا الخط تاكيد على انه التنمية بالجهة الغربية لابد انها تمضي وتكون، و أريد فقط أن أطرح عليك ربما سؤال آخر، يعني أكيد ربما كل من يتابعنا ويتابع طبعا الأيام اللي فاتت أشهر اللي فاتت الكثير من الحديث عن أهمية كبرى توليها الدولة الجزائرية اللي خلينا نقوله للجهة الغربية، يعني بشار خط بشار نعامة المشرية أيضا وصولا إلى غاية تيندوف، برأيك لماذا كل هذا الاهتمام لتوفير النقل، الناحية اللوجستية، المشاريع المتعلقة بالصناعات الثقيلة، كل هذا الأمور؟ والله قد أجبت بالتلميح نوعا ما في الشق الأول لسؤالك ولمحت لأهمية هذا الخط أو هذا الكولوار دو سود ويست يهبط تقريبا من سعيدة حتى لتندوف، أكاد أقول على مسؤوليتي أن مستقبل الجزائر المنجمي سيلعب أو سيلعب في هذه المنطقة. C'est un enjeu majeur stratégique pour l'État algérien et pour les enfants de l'Algérie future. سأشير ربما الكثير من الناس لا يعلم أنا كنت درست نوعا ما تاريخ تلك المنطقة من حيث الجزء التصنيعي المنجمي، وكنت اكتشفت أن الاستعمار الفرنسي تقريبا بدأ البحوث في تلك المنطقة من 1893 وواصل الاهتمام بها كثيرا حتى داخل بين قوسين، ربما يجب تصحيح هذا تاريخيا لأصحاب التاريخ، ربما كانت حتى هناك توصيات بعد الاستقلال لكي يعاود محاولة استغلال هذه المناجم، عين الصفراء، مقرار، بني والنيف، هذه المنطقة كامل هي خطوط استراتيجية لمناجم مغلقة إلى يومنا هذا قد استقلها الاستعمار، لكن في 1966 قررت الحكومة الجزائرية إغلاقها مؤقتا للاكتفاء بالمناجم التي كانت كافية، وهي مناجم أقولها من قناتك المحترمة ربما الكثير لا يعلم هذه المعلومة المهمة استراتيجيا، أكبر مناجم نحاس في الجزائر تقع في هذا الخط، لا نحاس فقط بل نحاس ومواد أخرى مرتفعة. هذه معلومات نادرة ربما. هذه معلومات الدكتور جلول أنت تقدمها لنا، يعني أكيد ربما لأنه احنا ما قليل من يعلمها. يلا جميل، أنا أتشرف أنه يكون في سبق إعلامي خلال ساعة الإخبارية أكيد من قبل إطارات جزائرية مثلك دكتور جلول، لانه فكر الجزائريين مرتبط اي اساسا يعني منطقه تندوف ولا بشار، عندنا دائما في فكرتنا انه الفحم الحجري وخلاص، الحديد الفحم الحجري. انت تعطيني الان مواد اخرى انا كنت نجهل يعني شخصيا انه موجوده في المنطقه هذه. اخي رضا، لقد رايت الحاحي للحديث عن السدود من الجانب الاخر للحدود الجزائريه المغربيه، هذه السدود في الأصل كانت فرنسا وراءها ومنذ عشرات السنين، وذلك لأن المناجم النحاس وحاليا تعلم ما هو سعر النحاس في العالم. نعم. والمواد الأخرى لا أريد أن أذكرها هنا حتى لا أثقل على المشاهدين، لكن فرنسا
المنجمية بين قوسين حتى لا أسميها بشيء آخر، كانت تعلم بوجود مناجم بين قوسين أكاد أقول عالمية لمخزون نحاس كبير من عين الصفراء إلى مقرار إلى بني والنيف، إلا أن الإشكالية في الجغرافيا في هذه الخط هي السيول، ولهذا كانت حريصة على أن تبنى سدود من الجانب الآخر ليس للزراعة في البلد المجاور، ولكن بالأخص لتحييد المناجم عن السيول الجارفة، المياه السيول الجارفة، لأنها كانت كثيرا ما تغرق تلك المناجم، ونحن حاليا لسنا بمنأى، نحن نرى أنها كيف تغرق سكة طريق سك حديدي، فما بالك بمناجم تحت الأرض. وبالتالي أنا من هذا الحصة ومن حصتك الطيبة، جونو سانابيل حتى وزارة الصناعة والمناجم وخاصة القيادات العليا تنتبه إلى الأمر هذا انتباه جيدا، لأن الخط مشرية بشار تندوف ليس فقط لحديد غرش بلاد، بل لكثير من المناجم تفوق قيمتها بالكثير منجم غرش بلاد. نعم، يعني نفهم من كلامك أنه الحديث أكبر عن غرج بلاد اللي شهدوا هذا الغار والأهمية نتاعه في موارد أخرى أكثر أهمية من غرج بلاد. صحيح. نعم. شوف يعني حتى المواطن يفهم، أنا شوية بعض الأحيان هكذا قال لك نمدها شوية بالألغاز ونخلي الناس تفهم. أهمية المنطقة بالنسبة لنا ستكون بين قوسين كأهمية أوكرانيا بالنسبة للعالم من حيث المعادن. هذا كلام مهم جدا منك دكتور جلول سلامة، يعني لما كان فكرنا مرتبط، يعني كنا كإعلاميين أو حتى كمواطنين أنه فكرنا مربوط بقضية أنه غار جبيلات فقط للحديد، يعني حتى يقولك أنه حديد لا توريفيل خرج من غار جبيلات وكثير من الأمور هذه، ولكن وغير صحيح وغير صحيح، حديد لا توريفيل راح من الونزة، وحتى المشاهد الكريم وربما الإطارات والإعلام، معليش احنا كتقنيين نوصل دون لانجينيوري، طبعا اون ا ديفوار ديكسبليكي ا نوت بوبولاسيون اي للصحافه ان طن واحد من حديد الونزة يعادل 8 طن من حيث القيمه لحديد غرش بلاد، لان حديد غرش بلاد فيها حوالي 0.8% فوسفات، بينما الونزا هو 0.03%، وبالتالي هو مميز ومطلوب عالميا، يعني اكثر صلابه، اكثر صلابه، نفهم من كلامك انه اكثر صلابه. إذن انا اقولها بصريح العباره من قناتك المحترمه اخي رياض، ان الكولوار او الخط او الممر الجنوب الغربي الجزائري مستقبله ظاهر وأهميته قصوى بالنسبة لمستقبل الصناعات الوطنية. أقول وأعيد وأكرر، أهمية قصوى حتى لا أدرجكم في الحديث وأقول أن بعض المركبات المكثفات الإلكترونية بعض المواد ستخرج من هذه المنطقة، حذاري إنها منطقة غنية جدا بالمواد التي يحتاجها العالم. نعم نفهم، خاصة لما اقتنعت بكلامك ربما شخصيا، لانه لما تحدثت عن قضيه انه الجزائر اهميه كبرى او هذه المنطقه مش فقط الجزائر ككل، حتى المنطقه الغربيه والجنوبيه الغربيه فيها خيرات ما تعادل اهميته اهميه اوكرانيا بالنسبه للمعادن في العالم. قلت كل شيء. نعم، انت اعطيتني صراحه معلومات دكتور جلول ما كنت انا شخصيا، انه يعني كانت في ربما اسرار في هذا الشق، في اسرار، في أسرار كثيره اكيد، ولكن شيء المطمن اسرار صناعية، اسرار منجميه، اسرار جيو اقتصاديه بليغه الاهميه. نعم، ولكن الشيء المطمن اكثر واكثر انك انت اعطيتنا تطمينات، لانه حتى يعني الخير ان شاء الله اذا كتب ربي طاله العمر لاولاد اولادنا بالنسبه للجزائر سينعمون بخيرات هذه الخيرات هذا الوطن ككل، هذه المنطقه الغربيه. ربما توصياتك انت، ما دام الخير هذا كله موجود في هذه المنطقه، وما دام هذه المنطقه فيها كثير من المعادن الثمينه كما تحدثت،
دكتور جلول، ربما توصياتك للسلطات العليا في البلاد. توصياتي صراحة يعني أبدأ من نقطة البداية، يعني نعم. علميا نحن نقول لا يجب أن نعيد ما جربه سابقون، نبني عليه في العلم. إذا حتى ولو لم نكن نحبهم إلا أن المهندسين الفرنسيين سبقونا بعشرات السنين في تلك المنطقة واكتشفوها قبلنا وهم يعلمون، ونحن نعلم حاليا أنها غنية جدا، وأن المواد التي يجب أن نستخرجها من تلك المنطقة سيكون لها أثر وصدى عالمي كبير. وأكاد أجزم أن حتى هناك، طبعا كي رايح يطلع منجم خارج بلاد، أنا قلت لك هو عنده يعني مشاكل تقنية، حتى لا أقول مشاكل في التركيبة الكيميائية، سيعيد ربما معالجته لا ديفوسفاتاسيون تاعو في المصنع على ضواحي مدينة النعامة التي هي بين قوسين منجم المياه الجوفية، أكبر واحد من أكبر المياه الجوفية في الجنوب الغربي في مدينة النعامة. وبالتالي المصنع سيعالج إن شاء الله، نتمنى له أنه يقدر يعالج لأنه مو سهلة، سي دي بروسيس اندستريال تري كومبلكس، لي جون كي ميتريز سون با نومبرو. عندك الإيطالي، عندك لو كندا، عندك لا روسي كومبارازار لا روسي لوكران ميتريز تري بيان هاد لي بروسيدي دي فوسفاتاسيون دي فار فوسفوري. لكن نتمنى ان شاء الله ننجحوا مستقبلا ويكونوا عندنا لي ليسونس لي بروفي نيسيسار. وما اريد ان انصح به السلطات العموميه، اقولها على مسؤوليتي، اعيدوا الدراسات. هذا ما اود ان اقول. طبعا نتمنى اكيد انه يتم اخذ رايك بعين الاعتبار، لانه نابع من طرف شخص كادر يعني إطار في هذا الوطن، ومن خلال تدخلاتك معنا وحتى مع وسائل الإعلام شخص محب لهذا الوطن بالحديث، أنه نلمس ذلك من خلال كلامك الدكتور جلول سلامة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذا الحماس وكل المعلومات اللي أعطيتها لي صراحة، لأنه أنا ما كانش عندي شخصيا أنه في كثير من الأمور اللي كنا نجهلوها كإعلاميين ربما وأيضا كمواطنين في هذا الوطن. شكرا جزيلا لك دكتور جلول السلامة. ربما مشاهدينا نتوقف عند فاصل.